いい مساء الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بروح رياضيه عبر الان بي عادت عجله الدوري اللبناني لكره القدم الى الدوران من جديد ام لم تعد؟ هذا كان السؤال الابرز في الفتره الماضيه خاصه قبل لقاء القمه الذي كان منتظرا بين العهد والنجمي الا ان احداثا دارت قبل هذه المباراه وبعدها ادت الى صدور قرار من الاتحاد اللبناني لكره القدم باعتبار نادي النجم الذي تخلف عن حضور هذه المباراة خاسرا بنتيجة 3-0 وتم خصم ستة نقاط من رصيده ليفتح باب الجدل حول هذا الموضوع في الشارع الكروي اللبناني، هذا الجدل حتى الآن لم ينتهي بعد ومن المنتظر أن تعود عجلة الدوري مجددا للدوران وتلعب المباريات المتبقية من هذه المرحلة قبل الذهاب إلى السداسية، في نفس الوقت يستعد المنتخب اللبناني لخوض لقاء مهم جدا ضمن تصفيات المؤهله لكاس العالم قطر 2022 تصفيات الاسيويه عندما يستضيف في نهايه هذا الشهر منتخب كوريا الجنوبيه وبعده سيستضيف منتخب العراق بعد فتره التوقف الطويله للمنتخب التي كانت بعد انتهاء بطوله كاس العرب التي قدم فيها المنتخب اداء مشرفا بشهاده الجميع. يسعدني ان ارحب معي في هذه الحلقه الحواريه بالصحافي الرياضي الكابتن ابراهيم شبلي ضيفي في هذه الحلقه وايضا سيكون حوارنا متشعب في الرياضة اللبنانية ولما لا أيضا في الرياضة العالمية كابتن إبراهيم مجددا مساء خير ببروح رياضية مساء الخير لك ولكل المشاهدين وألف الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا رب بعد الحمد كورونا الحمد لله ف... ف... يعني قطعنا بظرف ولكن كانت العوارض خفيفة الحمد لله الحمد لله على, على السلامة حد. خلي بلش معك من الجدل الكبير اللي عم بيصير على السوشيال ميديا <applause> وبالأروقة الرياضية فيما يتعلق ب مباراة النجمة والعهد التي لم تحصل رأيك أولا خليني أعرف رأيك بهذه النقطة قبل ما أغوص معك بالتحليل شو صار بعد هذه المباراة ما في شك أنه الشيء اللي صار بموضوع المباراة التي لم تقم عرض الكرة اللبنانية ل لهزة ما سبق قبل عشناها ووضعت انا برايي وضعت اللعبه على المحك نعم وهيدا الشيء كان بالامكان تفاديه لو انه شوي كنا يعني نفكر اكثر بالطريقه اللي لازم يكون ردة فعلنا على اي شيء بيصير الغريب انه يعني ما في شك طبعا ونحن كل الاحترام لكل الانديه اللبنانيه وخصوصا نادي النجم صاحب اكبر عدد اكبر جمهور لكن يعني اذا كان رده الفعل كانت على المباراه اللي اقيمت ضد التضامن بصور وانا كنت حاضر فيها قبل هيدا المباراه يعني النجم ما كان عنده حمله على التحكيم يعني بتذكر انا فجاه طلعت هيدي المظلوميه بالتحكيم يلي انا ما ماني بوارد اقول صح ولا غلط في 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 لجان مختصه بالاتحاد هي بتشوف اذا صح او غلط ولكن انا برايي انه القرار اداره النجم بتعليق المشاركه واعتراضا على التحكيم او لجنه او على التحكيم او كثره الاعضاء التحكيميه يعني اول شيء في طرق قانونيه نحن ما فينا كل نادي تعرض لمظلومية انه يقول انا بدي اعلق المشارك وانتبه هلا النجمة بس ما سبق واندية تانية كل شوي نادي بقول انا بدي اعلق مشارك مشاركتي مشاركتي بالدوري صحيح, صحيح. طب ما هيدا بيخلق جو من عدم الجدية انا برأيي والا لماذا وضعت القوانين وعلى شو الاتحاد موجود ف انا ب يعني بعتقد انتبه ما عم ناقش ما عم ناقش اذا كان العهد ظلم او لا انا ما عم لانه بمعرض تبريره تبريره لنادي النجمي يعني الاعتراض اللي قدمه عم بيقول انه نحن تعرضنا في اكثر من مناسبه الى ظلم تحكيمي في وقت كان يفترض لنادي العهد ان يعني او كانه كان في محاباه لنادي العهد انه تغاضوا عن بعض الاخطاء اللي ارتكبها لاعبينه وبالتالي ادت الى انه يفوز العهد بعدد النقاط وبالتالي مثل كانوا عم بيلمحوا انه يبدو انه الدوري محسوم للعهد هذا اللي كانوا عم بيحكوا هلا لو هيدا النجمة. الحكي لو هيدا الحكي ما النجم فاز بمباريات لو انه في استقصاد ما كان ممكن يعني ينشغل بمباريات ثانيه ثانيا حتى يعني مثل ما انا ما بدي احكم على مظلوميه او عدم مظلوميه النجم ما فيني كمان انا لبس فريق العهد توب مين قال انه هو صحيح؟ يعني مثلا انه العهد في كثير اخطاء تحكيميه لصالح العهد بمباريات اخرى، طب الفرق اللي لعبوا ضد العهد بهيدي المباريات يلي صار فيها اخطاء، هن لازم يعترضوا مش النجمه بس وخصوصا انه النجمه منك بعيد بعدك باول الدوري وانت قريب جدا وعم بتنافس وبعدك ربحان على عهد بالكاس بالكأس طيب والانصار يعني صحيح. ما في مش عم بقدر بكل صراحه اقول لك ما عم بقدر افهم يعني ليه ليه القرار بهالطريقه معلش خلينا نحكي الامور طيب في اخطاء تحكيميه عادة في طرق قانونيه بروح الاتحاد بيشتكي الاتحاد بيشوف المعطيات بحقق بحاسب الحكم اذا الاتحاد اذا انت فعلا مظلوم وعندك الادله والاتحاد ما قام بدوره بمحاسبة المن اخطا فيك تعمل مؤتمر صحفي وتبين للرأي العام الاخطاء الفاضي حل الاتحاد ما حب يشوفها بنهلن في حال وجدت يعني فاذا ليش انا بدي اطلع يعني بطريقه سريعه قول انه انا بعلن تعليم مشاركة النادي عم تحكي انت وانت بتعرف يعني كلنا بنعرف واداره نادي النجمه بتعرف شو يعني نادي النجم ياخذ هيك قرار؟ يعني لا. هيدا منه منه شيء سهل. طيب ما انت كمان طيب اجا وقت المباراه. رئيس النجم بيقول اجاني اتصال من الوزير فلان، وزير فلان اتصل بالوزير فلان فاتصل بما بعرف مين. او الاتحاد وما الى اخره، ايه. وزير الداخليه قال اتصل على اساس اتصل فيه في وزير الشباب والرياضه طيب وزير الداخلية حكي مع رئيس النجمة أسعد سقال هلا بعدين هيدا بينفي فتنا بموضوع أشبه بكل صراحة بي يعني 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 من ناحية بتقول يا لعبة أولاد يا إما آه في شي غلط في شي مش مزبوط هلا بتقلي الاتحاد الاتحاد طبق القانون إلا إذا هلا في مش في لجنة استئناف إلا إذا قدم النجمة معطيات واضحة على أنه هي تستحق أن يعود الاتحاد عن قراره على كل أحوال الصورة مؤسفة كانت لملعب جوني وبداخله القوى الأمنية عم تلعب عم تمنع لاعبين يدخلوا عارض الملعب هيدي الصورة كانت ليك سيئة أنا جدا أنا, أنا بدي أسأل سؤال بي بي يعني بحق ال... بغض النظر عن, عن, عن النادي يعني يمكن يكون كان نادي النجمة بده يفوت حنقول كمان هذا هذا الشيء خطأ القوى الأمنية ما فيها تدخل على ارض الملعب تلعب تمنع لاعبين القوى الامنيه معروف لازم توقف مين قال لهم طيب يعني هل الضابط اللي كان نكر وزير الداخليه انه عنده علم بالموضوع انه هيدا الضابط اللي موجود هون ما شفنا على الكاميرات كيف انه كان في احتكاك ما بين القوى الامنيه الموجوده واللاعبين او رئيس النادي صحيح موجوده. انه شو اللي صار يعني مين هو اللي قال لهم امنعوا او ما تمنعوا بكل صراحه هلا الحقائق بنعرفها يعني مرات انت بتعرف حقيقه بس ما عندك دليل صحيح ماشي في حقائق كثيره بس ما في دليل من شان هيك لابد من انه نكون قد المسؤوليه بالنهايه بالمعطيات النجم يتخلف عن مباراه الاتحاد قام بدوره بتطبيق القانون انت بتعرف انه انا تجي لإلي انا عندي ملاحظات كثيره على اغلب لجان الاتحاد يعني ما هون بوارد دافع بس انا اتحاد في فريق ما اجى على وانا ما بلغته انه ما تجي وما اجى طيب انا شو المطلوب مني؟ بدي طبق القانون، القانون هو اللي صار هلا هل, هل في معطيات اخرى لدى نادي النجمه تثبت على انه هو بلغ رسميا؟ طيب ما في اه تصريحات صحفيه موضوع التمرين، موضوع مش التمرين موضوع الحديث بين الوزراء موضوع الحديث في الكثير من التفاصيل يلي يعني بحاجه لاعاده تدقيق لانه في حاله من ال اذا بدي اقول لك تضييع الموضوع لما بقى تعرف وين الصح وين الغلط بتعرف لانه الكل تورط انا رايي اداره نادي النجمه مع كل احترامي لالهم الا انهم ما حسبوا مزبوط يعني هيك قرار ما بيتاخد بهيدي الطريقه يعني حتى يكون الحق معك اسلك الطرق المضبوطه قبل ما تاخذ هيدا القرار طيب في في انا رأي الكل لقى حاله انه فات بال فات بال بدوامه فات بدوامه لقى حاله فيها مش عارف كيف بده يطلع منها الكل نادي النجمه اذا كان صح الحديث انه الوزراء حكيوا مع بعض ووزير شباب والرياضه حكي مع وزير يعني رجعوا كلهم انه حكيوا مع بعض طيب يعني ما هن بتقول ما انا شفت على الفيديو انه في حدا عم يمنع حدا طيب شو اللي صار؟ مين هو اللي قال لهم يمنعوا؟ كرمال هيك انا ما يعني نحن لعبة كرة القدم على يعني بيكفي كل الظروف السيئة المحيطة فيها اللي عم بتعرقل اي اي خطوة ممكن نقوم فيها باتجاه التقدم صحيح بوم انا بدي أضيف لإلها مستنقع بكل صراحة لا يليق بأحد يعني نحن نحن بكل صراحه ما يحدث هو حتى يعني بدي احاول نق اليوم يعني اليوم مش مش طالع معي احكيهم كتير بس لازم لازم يكون في حس مسؤول المسؤوليه واللعبه ومستقبل اللعبه اهم من اي ترند واهم من اي شهره وأهم من اي وأهم من اي, من أي تظاهر بال يعني بعد شوي رح نحس الفوتبول زعامات يعني طيب اذا بدي اذا بدي احكي انا شوي عن موضوع قرار نادي النجمه بتعليق المشاركه اولا ويبدو انه عادوا عن القرار اليوم حيرجعوا يلعبوا بالدوري فبالتالي ما بعرف ليش كان في قرار تعليق المشاركه الا انه دائما هناك علامات استفهام على القرارات التي تتخذ بنادي النجمه انها دائما تكون بناء على العاطفه وعلى الحماس وليس على الدراسه الاستراتيجيه، صحيح هذا الشيء؟ انا بنصح الرئيس النجمي الاستاذ اسعد سقال بدي انا بوجه له تحيه طبعا ما عندنا شيء ضده ابدا بالعكس اكيد ما في شيء عشان هلا على السوشيال ميديا بيفكرنا عم نهاجم نحن عم نحلل لا لا. بشكل موضوعي يعني منس... بلا ما هو ضيف عزيز استاذ اسعد ودائما ضيفنا بلا, بلا نبيه. يعني من... لا نحن يعني انا رايي صح انه انا تابعت كثير من تصريحاته، كثير من مداخلاته في بعض ال... في بعض الاطلالات والتصريحات المفروض انه يتانى قبل المفروض انه يحسب اكثر لانه فعلا ان انت عم تحكي بنادي له جماهيريه طويله عريضه وانت رئيس هيدا النادي والسؤال انه يعني هل فعلا كل اداره النجمه تؤيد هيدي القرارات او يعني لانه نحن كمان سمعنا بعض الاراء من بعض الاداريين يمكن لانه مش موجودين هون يعني و... و... وانا هون مش يعني اكيد وبوجه تحيه لكل اعضاء الهيئه الاداريه لكن رئيس النادي لازم يكون اهدى انا برايي لازم يكون اهدى لانه البلد ما بيحمل يا اخي من الناس البلد في لعبه بعدين هيدي رياضة، هيدي منا شي تاني، هيدي لعبة رياضة كل الناس اللي ش... اللي بيشتغلوا فيها أو الجمهور أو أي حدا، هيدي لعبة، هيدي رياضة، ما فيني أنا خليها معرض لتدخلات سياسية وحكي مسؤول الرياضة بهيدا الحزب مع مسؤول الرياضة بهيدا الحزب، وتدخل هيدا الوزير، وين رايحين؟ شيل إنه هيدي الأمور كلها ممنوعة، ما سياسي... الكرة اللبنانية السيا... للإيقاف طبعاً، ب... فأنا يعني ب... رأيي إنه ما عم اقول النادي النجمي قد يكون تعرض لظلم ل... تحكيمي مثله مثل العهد مثل التضامن مثل باقي المباريات الثانيه لكن آه لازم يكون تصريحاتنا وردات فعلنا مدروسه كثير لانه اللعبه فيها ما يكفيها من الكوارث على كل احوال اي اي هزه او اي جدال بيصير بعالم بي... كره القدم بلبنان الخاسر الاكبر هي اللعبه يعني لا ما في رابح اكبر ما حدا حدا بيربح يعني حلق هيدا حلق. اللي عم بيصير هلا ما حدا تاجيل هيدي المباراه وما بعرف تاجيل هيدي المباراه وبعد شوي يعني ما مشكله مشكله انا رايي انه انه النجم احرج نفسه واحرج الاتحاد واحرج اللعبه ووضع الجميع وضع الجميع امام حيره الكل عم بفتش على مخرج وانا مع عوده نادي النجمه لاستكمال لا الدوري ولو طبق القانون وخسر الست نقاط نادي النجمة فريق النجم فريق كبير آه بالنهايه بدي ادفع ثمن انا يعني انه انا قمت قمت بخطوه بدي ادفع ثمنها خسرت ست نقاط الا اذا بعدين اثبت نادي النجم انه في اشياء ثانيه خلينا نعرفها لا. ساعتها بيكون الحق معه آه لكن طب ما انت يعني والتاجيل طب عندك انت المنتخب بمقدمتك استاذ مازن عم تحكي عن المنتخب ما بيكفي انه مستوى الدوري عنا مستوى سيء، مستوى آه مستوى تحت المطلوب، ما بيكفي انه نحن عنا بالدوري أربع فرق فوق والباقي تحت، وأنت لعيبتك يعني معلي ما أنت عندك لاعبين بالمنتخب، بيكفي انه ما عندنا ملاعب، بيكفي بيكفي بيكفي، بدي اضيف لهم توقيفات ومشاكل وتوترات، طب وين أنا بدي اخد لعبة الفوتبول؟ لابد من أنا رأيي لابد من إنه كلنا نستوعب بعض بهيدي اللحظة برايك بعد ما المصلحة ما لازم يعني لا المطلوب نصلب صحيح آآ ولكن برايك بعدك بعد المصلحة الشخصية هي لازم سائدة على المصلحة العامة أنا بقول في عدم 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 إدراك مثل ما لازم يكون مطلوب بالمسؤولية من كثير أشخاص بيشتغلوا بلعبة كرة القدم على كل الاحوال بدي احكي معك شوي بالدوري بما انه بعدنا عم نحكي بالدوري أه هو للاسف هيدا الدوري لا بس انا كمان بدي بزيد لك شغله نعم انه انا الاولى في مثلا انه فتش كنت على انه فريقي دعم واعمل فريق يربح بالرغم من كل شيء لانه معلش يعني مستوى الفرق هاد اللي عم بتنافس كلها يعني ولا فريق مستواه يعني عندك انتقادات على المستوى الفني ل للفرق اجمالا طبعا و للدوري كله لمستوى الدوري كله هو مشكله هذا الدوري انه هذا الدوري ينطلق ويتوقف ثم ينطلق ويتوقف نظرا لانه الرزنامه تاعيته بتتزامن مع رزنامه المنتخب وبالتالي عم بيكون في ايقاف دائم اضف الى ذلك المشاكل اللي بتجي بالدوري مثل ما شفنا مشكلة لجنة وما بنعرف شو بيجي مشاكل بعد الثانيه ما في دوري في دوري لا ليه يعني توقفات ما مثل نحن عنها. لما نتوقف نتوقف يعني ما بنضل عم 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 نعم نتمرن اقل الا نادرا ربما وبالتالي هذا بده ينعكس بشيء او باخر على المنتخب وبده ينعكس على الدوري تقييمك لمراحل الدوري بهذه الطريقه بدوري البازل اللي عم بتركب كل مرحلتين وبنوقف مرحلتين وبنوقف لاسباب قاهره للاسف تقييم عام للانديه نجمع عم بقول الدوري محسوم للعهد برايك شايفه محسوم للعهد انت هلا بما انه النجم النجم كان منافس قوي فخسرنا منافس قوي للعهد هيدا اول منافس الساحل منافس بلش قوي وكان متصدر لكن في تخ... في احتراف لاعبين اهم لاعبين لاعبين المنتخب يعني او انه اهم لاعبين بفريق الساحل اللي هو اساسا يعني معتمد بشكل اساسي على هول اللاعبين اللي ما لهم بديل بالفريق فاكيد نادي الساحل بده يتاثر بمساره ان شاء الله لا بس انه المعطيات هيك بتقول فريق الانصار من اسوا الدوريات اللي بيعملها فاذا مين بده يقدر كان ينافس لو لو مش النجمه مين بده يقدر ينافس العهد اللي هو متصدر يعني يعني هيك يعني يعني انا رايي يلي خلى العهد يكون له الحظ الاكبر ب آه بانه ممكن يفوز بالدوري وعنده حظ اكبر يفوز بالدوري السبب الابرز هو آه تخلف النجم عن المباراه آه. النجم هيك بده وبالتالي بتعرف النجم يعني اداره النجم ولكن بعد يعني اذا كفى الدوري بعد في مرحله سداسيه وذهاب واياب وما حدا بيعرف النتائج اكيد بس أصير. كمان يعني برضه انا حتى اقول لك شيء استاذ مازن النجمه بالتاكيد رئيس النجم لما طلع بالفيديو وقال هو ما طلع لحاله من راسه لا شك انه حكي مع الاداره يعني واي اداره حتى اللي بيأيد ولا ما بيأيد قرار السقال لابد من انه يدافع عن ناديه بالنهايه هيدا قرار اخذ رئيس النادي اللي هو ممكن يكون هو او الاداره بس بكل الاحوال الاداريين بدهم يدافعوا عن النادي ويحاولوا يلاقوا افضل مخارج لازمتهم ولكن من من وضع النجمه من وضع العهد براحه بالمنافسه هن النجمه هي الخطوه اللي قام فيها النجمه على كل احوال في حديث عن انه انا بدي ما كثير بدي بدي احكي بهيدا النقاط لانه احنا عندنا كثير معلومات كثير انا وانت عنا معلومات مش كل شيء بينحكى صح للاسف لانه ما فيك تطلع تحكي وما يكون معك بايدك ورقه تقول انه هيدي بتثبت هذا الشيء وبالتالي لن نتحدث بما يتحدث به الشارع الرياضي هل ممكن تكون بدي يمكن نوسع شوي السؤال لما اكون عم استهدف حدا هل برايك المعركه التي يعني صورت وظهرت بانها نجمه عهد او نجمه اتحاد او عهد نجمه وعهد اتحاد المعركه اكبر من نجمه العهد هل هناك في معركه خفيه ممتدة ربما من من وقت معين وفي تصفية حسابات عم يدفع ثمن النجم وعم يدفع ثمن العهد إذا كان إذا كانت المشكلة ليك أول شيء نجمة عهد ما العهد شو له علاقة كان النجم أخذ قرار وتخلف عن مباراته مع العهد صحيح و... وحكي إنه لا انو بعدين فيه صار نجم نزلوا على جمهور نجم نزل على فردا طيب. وصار في هتافات بحق العهد وبالتالي إيه اعتبر العهد صار فات بال... هيدي اللحظة على فكرة أنا النادي الوحيد اللي ما ما اللي علاقه فيه وفي خلاف قديم انا وياه هن العهد يعني هن العهد الوحيدين بصراحه يعني وهن بيعرفوا بس انه لحد هيدا اللحظه العهد ما ما كان له علاقه بالموضوع العهد بعد امتى صار العهد حكي بعد اللي صار طبيعي يعني حتى الكل تضامن مع رئيس النادي بما يعني. فيهم اداره النجم اللي اكيد ما بتقبل انه اشخاص باسم نادي النجم جمهور النجمة يهدفو باسم جمهور النجم غير لائقه طبعا بعبارات غير لائقه بس لعند هيدا اللحظه العهد ما إلو علاقه بالمشكله العهد بلش يحكي وقت اللي صار هو جزء من مشكله صارت بسبب هيدي المباراه م. طيب انه ال ال انه انا معركتي مع الاتحاد معركتك مع الاتحاد اول شيء ما هيدا الاتحاد هو ذاته انت تعايشت معه سنين ومش من زمان قعدت انتخابه انت صح؟ صحيح طيب ونحنا والدليل انه في احد اعضاء الاتحاد شخص الأستاذ اسعد سبلين اللي يعني انا من اكثر الاشخاص اللي بحترمها بالفوتبول اللبناني صحيح. انسان لا. رائع بيبني. ومنطقي وطبيعي هو عم بدافع عن عن النجمه باي طريقه واكيد هو عم يلعب دور كونه هو بالاتحاد وبالنجم ما في شك انه عم يلعب دور لمحاوله حل الازمه بس ما انت جزء من الاتحاد على اي اساس عم هلا عم انه مثلا معركتي مع الاتحاد ليه اذا معركتك مع التحكيم ما هيك بتكون معارك مع التحكيم معارك مع التحكيم بتكون بالادله والحجج والفيديوهات وبتروح وانا بقول طيب ليه ما من قبل الدوري ما انتم كل سنه نفس القصص مش النجمه الكل تحكيم 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 طيب حلوا موضوع الفار شوفوا موضوع الفار صح ولا لا؟ صحيح وبعدين الفار انت لا يعني الفار ما بدك كمان يعني في امور كثيره حتى بالنقل التلفزيوني اللي مشكورين كل حدا هي بي مش الفار مش 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 كاميرا وتلفزيون وواحد لا, لا لا يعني. لا طيب هل هي تعلم انت اذا بدنا نحن شفناها مع المنتخب لما تركبت الفار هون وقد ايه بحاجه؟ مش هيك بالدوري اللبناني اذا بحط فار كل خمس دقائق بدك اللعبه صدقني نحن يعني في مشكله بالعقليه وللاسف في مشكله بالعقليه لدى من يجب انه يعطي مثل إيجابي للبقايا ما يعني مشكله طيب. اذا لك سؤال شوي عن عن الساحل كونك موجود بالنادي شو تغير بالساحل بعد رحيل حش حمود بالعاطفه وبالمنطق بالعاطفه الحش حمود بعتاد اثر بكل الجمهور اللبناني بكل الانديه فما بالك بنادي الساحل اللي هو كان يدرب فيه واللي كنت ألتقى فيه يوميا هيدا الفريق يلي هو صنيعة الحاج حمود هو خياره هو حافظه هن على مدار مش اشهر سنين جزء كبير من السنين اشتغل مع الحاج حمود فجأة الحاج حمود مش موجود تركت اثر بالبداية حتى كمان ما بدنا يعني لا كل حدا مسؤول بده يعمل مسؤوليته. بس هيدا الموضوع يعني السيستم الفريق طريقة تلعيب الفريق يعني كيف يلعب الفريق. اتضح انه في شيء كبير بين شخصية الحش حمود كانت بالملعب. مش بس الفكر والتحضير هو حضوره، صوته، تعاطيه كان له دور كبير بالتاثير على اللاعبين اللي لما غاب الحش حمود بعض اللاعبين تغير ادائهم ما هذا الشيء ما كان يصير ايام الحش فاكيد يعني ترك اثر فيما بعد يعني في لاعبين اجاهم عروض وكلنا بنعرف الاستاذ سمير دبو بهذا الموضوع مع انه انتبه يعني يمكن انا من من الاشخاص اللي يعني بتلومه للسبيل؟ ما حدا في لومه هي. هو هو الريس بالساحل هي. ولكن آه يعني هو بيترك من حقه بي يعني كثير مستعد يترك من حقه في سبيل اللاعبين، يمكن لو انا اكون اداري لا انا مصلحه النادي في صفقات بتصير ممكن كان يستفيد منها ما بيستفيد منها ما هيدول الانتقالات يعني المحترفين يعني يطلع له حق؟ لا ما ما ما, ما ما بياخذ ولا ليره م. الساحل حسب معلوماتي ما طلع له ولا ليره وتركوا الموضوع كله للاعبين وسهلوا كل الامور، طب انت الساحل فوق الهز اللي تعرض لها بسبب وفاه حش حمود الله يرحمه ضيف لها يعني بلش كابتن محمود علامه وفاز بماتش مهم بعدين الكابتن عفش بعدين هالتغييرات هيدي بتاثر سلبا ضيف لهم انه رغبه بعض اللاعبين بالاحتراف بعد ما تلقوا عروض ورئيس النادي ما بيوقف بوجه اي لاعب وهذا معروف عنه هيدا اللي عامل هزه للساحل وان شاء الله هلا يعني بيقدر لانه هلا بالسداسيه أه متوشي صعبه صحيح بدك تشوف يعني بالنسبه للفئات العمريه بالساحل والاكاديميه تحديدا يلي انت بتشرف عليها صار فترة والواضح انه في عنوان عريض بهذه الاكاديمية بعيدا عن الامور الفنية هو الاستقرار يعني هذه الاكاديمية مستقرة الى حد ما او يمكن هذا اللي بيطلع على الاعلام ما بعرف هلا بتشرح لي انت اكثر شو الوضع بالاكاديمية الساحل؟ اول شيء الاكاديمية التي اصبحت نموذج الاكاديمية بالذات هي حلم رئيس النادي وهي خدمة للمنطقة اللي بيتواجد فيها الملعب والأكاديمية تتمتع باستقرار وبنظام وهي جزء من المشروع الكبير المؤسسات الكبير لنادي الشباب الساحل اللي كمان الفئات العمرية جزء منهم يعني اليوم انت الساحل عندك لاعبين من خمس ست سنين لأكبر لاعب بالفريق الأول والملعب اللي أعطى روح يعني انت بتروح على الملعب شي بيطلع شي بيفوت شي بيظهر شي بيفوت اختلاف الاجيال الموجوده بتلعب فوتبول تحت رايه الساحل هيدا بيضمن لك استمراريه وانا باكد لك انه صحيح انه هو عمل تحويل نادي شباب الساحل لمؤسسه كامله فيها كل شيء وكله هيدا بفضل المنشاه اللي ضحى كتير رئيس النادي ليعملها بس بقول لك انه الهدف الاكبر والاهم هو المساهمه بتقديم خدمه تساعد الاجيال الطالعه باجواء كثير صعبه، وهيدا منو شعر ولا هو اي شيء تاني فعلا هيدا الهدف الابرز بالنسبه لالنا كاكاديميه وخصوصا رئيس النادي. هذه الدور الذي يجب ان تلعبوا، هذا الدور لازم تلعبوا الانديه كمؤسسات محليه داخل المجتمع شفنا هذا الساحل نموذج في انديه تاني طبعا لديها اكاديميات ولديها فئات عمريه وهي نموذج ايضا على امل ان تتعمم هذه في كل المحافظات والأقضية لانه الهدف الاسمى هو دعم الكره اللبنانيه للمستقبل حكفي حواري معك استاذ ابراهيم نفتح صفحه المنتخب عندنا استحقاقات مهمه ابرزها مثل ما ذكرت بالمقدمه مباراه لبنان وكوريا الجنوبيه مجددا وبالتالي امام امتحان جديد للمنتخب في هذه التصفيات ومفترق طرق تعتبر هذه المباراه بعد فاصل. برحب فيكم من جديد مشاهدينا الى بروح رياضيه وبجد الترحيب بضيف الصحفي الرياضي الاستاذ ابراهيم شبلي. المنتخب اللبناني لكره القدم في شقين، في شق التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم يلي صارت بلبنان المباريات اللي لعبناهم ايران والامارات العربيه المتحده بسيناريوين دراماتيكيين كنا ربحانين على ايران بدقيقه 90 خسرنا صحيح. المباراه ركله جزاء وهميه للامارات اعطتهم ثلاث نقاط بلبنان وبالتالي خسرنا ست نقاط بهذا المشوار ضعفت حظوظنا يمكن بحصول على كنا قادرين نكون بالمركز الثاني هلا عم نتنافس على بطاقه الملحق سافر المنتخب على كأس العرب أداء ممتاز مع مصر عم نحكي مصر والجزائر يعني بطل أفريقيا وأيضا متزعم عدد الألقاب بأفريقيا مصر والجزائر البطل الحالي وهلأ في بطولة أفريقيا شغالة طبعا ومن ثم لقاء السودان وتعذبوا مصر والجزائر مع لبنان لا قدروا يربحوا بالمباراة كل هيدي بدي وصلك لمطرح اسالك عن هل مرحلة مقابلة أو لقاء منتخب لبنان مع منتخب آخر أقوى منه فنياً ويخسر بخمسة صفر وستة صفر دفناها هذه المرحلة؟ ولا ممكن ترجع إذا ما استغلنا الظرف أولاً إذا استمرينا إذا, إذا الاتحاد كمل كان كمل لأنهم مش عارفين كان كمل من البطولة العربية من البطولة العربية وما قبلها من فوز على سوريا وإلى حتى المباريات اللي خسرناها نحن قدمنا عروض قوية وخسرنا بهدف بظروف دراماتيكية مثل ما أنت وصفتها إذا كان انطلق من هونيك وكمل بيكون انتهت هيدي الصفحة لأنه المنتخب اللبناني أبدأ إن كان بالتصفيات الآسيوية أو بالبطولة العربية أداء جدا يحترم بالرغم من إنه يعني إذا بتروح البطولات العربية أغلب اللاعبين المحترفين كانوا غايبين بلبنان بتقلي حتى بمصر بقول لك إيه بس إنه الدوري المصري عنده ما عنده من النجوم بالمنتخب يعني صحيح آه وضيف إنه نحن بالبطولة العربية في لاعبين كانوا طالعين من إصابة مثل شبريكو مثل ماهر في لاعبين آه لأول مرة بيشاركوا مثل مهدي الزين مثل فضل عنتر فانك تقدم هيدا الاداء ضد مصر وضد بالبطوله كلها اكيد يعني شيء كثير رائع كان هلا تثبيته رح يشوف اذا الاتحاد استغل هيدا اللي تقدم من المنتخب وبنى عليه وكمل بيكون اكيد هيدي الصفحه طويله ولكن المباريات القادمه بدأ تعرفنا اكثر بس ما نحن ما منساعد المنتخب وانا حكيتك قبل انه اليوم عندك مشكله كتير كبيره هي الدوري اللبناني الى انهيار اكثر ما هو منهار وبالتالي المستويات كتير عم بتكون منخفضه وهيدا عم بيخلي اللاعب اللبناني لاعبين المنتخب بلبنان كيف بدك تتطور؟ كيف انت بعدين بدك تروح تجاري مباريات كبيره؟ يعني قديش من شان هيك نحن كمان مع كل اعتراضنا على الاتحاد في حال وجد نحن بفترة لازم نتساعد لا أنا بدي أصلب بالأندية ولا الأندية تصلب بالاتحاد كلنا بالهوا سوا هلأ ما في وقت للمشاكل لازم نحلها لأنه البديل هو ضياع الكرة اللبنانية ورجوعها إلى كأنه عن جد هاوية هاوية فانا بشوف انه المنتخب يتمتع بكثير عناصر مهمه اثبتوا جدارتهم بالمباريات الاخيره ان كان بتصفيات اسيا او بكاس بال... العرب بكاس العرب طيب كوريا الجنوبيه اللقاء حيكون اخر الشهر آه... لم يعد غريبا منتخب كوريا الجنوبيه على لبنان وبالتالي رهبه كوريا الجنوبيه انكسرت من زمان يعني ما بقى نلعب مع كوريا الجنوبيه انه كوريا الجنوبيه هذا المنتخب العظيم والكبير واللي صعب انه نربح اللعب لا بلشنا نجاري صح. اه متسلحين ببعض النتائج النتيجه فوز واحد ب واحد من زمان وتعادل وآمنين اه بانه هذه النتيجه من الممكن ان تتكرر. وبهذا السكواد او هذا الفريق اللي عندنا اه اللي قادر يصمد مع ايران والامارات ويلعب مع كوريا اول مباراه برّات ارضه ويخسر 1-0 اعتقد بانه على السكه الصحيحه فنيا برايك والعناصر الموجوده يلي ما بقى في هذا منتخب مثل منتخب كوريا الجنوبيه، نحن كنا نروح نلعب مع كوريا الجنوبيه بكوريا نخسر 6-0 ما حدا يلومنا ونرجع لانه هذه كوريا الجنوبيه، لا اليوم ما بقى في لا في شيء تغير عندك، انت عندك عدد كبير من المحترفين صحيح وقت كنا نخسر ب بعدد كبير ما كان عندنا نحن محترفين ليه كان عندنا رضا عنتر ومستيما ويس محمد. محمد اللي اصلا وقتها كان موقف ما بعرف كم سنه ولكن وجود المحترفين يعني عم يلعبوا ببطولات عاليه ضيف لهم اليوم الفوتبول تغير صح اكيد في فريق اهم من فريق نتيجه لاعبين بس طبيعه الفوتبول تغيرت شوف منتخب ايطاليا يلي ربح كاس امم اوروبا شو صار فيه بالتصفيات امام مين باخر مباراتين خاصه اخر مباراه بدي احكي لك بس امبارح عن منتخب جزر القمر اللي ربح على غانا 3 2 واخرجهم من البطوله كاس امم بالضبط لانه وفيتها. اليوم انت اذا بتشتغل كثير يعني اليوم القوه البدنيه والسرعه اه والتكتيك وال يعني هيدول بعتقد تغيروا عند عند كثير منتخبات هلا هيدا التغيير بشكل عام الفوتبول تغير نحن عندنا لاعبين محترفين المفروض انه لا لبنان هلا هل غير لبنان قبل لكن اذا لجنه المنتخبات ما آه ما كملت شغله هلا شو, شو 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 كان شغله ببروز المنتخب اللبناني يعني هل هو بس اذا ما كانوا انطلقوا من هيديك ال شو بدي الاشياء الايجابيه اللي انعملت من قبل المنتخب وطوروه لانه انا اذا بدي اوقف هونيك وبدي انطر لاعبين المنتخب يلي بالدوري اللبناني بدي اتراجع اكيد بدي اتراجع. كل الاحوال كان السؤال الابرز له علاقه بالمدرب ايفان هاشك اذا كان سيبقى بعد انتهاء التصفيات او سيرحل بحسب المعلومات سيبقى ايفان هاشك موجودا حتى بعد انتهاء التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم وهذا شيء جيد لانه بيعطيك استقرار جهاز فني بس رايك بالمدرب؟ يعني المنتخب قدم عروض جيدة تكتيكيا ببعض المباريات كان كان منظم بشكل كتير كبير وهذا يعود للمدرب نعم فبعد اداء المنتخب بالمباريات الاخيرة لا يعني فليبقى من هو المدرب فليبقى إنه اي مدرب بده يجي يعطيك اكثر يعني م. فبالتالي منا بتحافظ على الاستقرار ومنا انه اي مدرب اخر بده يجي مين قال انه ما بقى مؤخر انت باول ما في وقت اصلا المفروض باول السنه الجاي كاس اسيا انت فانت ف... كمان عندك استحق هو كاس اسيا بعد المشاركه ب 2019 بالضبط هلا اليوم بركي بنروح على الراوند اوف 16 الدور 16 يكون التاهل يعني الانجاز انه نتاهل من دور المجموعات هلا عندك ثلاث مباريات بلبنان كوريا والعراق وسوريا مع انه نحن خارج لبنان لعبنا احسن عم نكون احسن يعني ان شاء الله هلا نرجع نتغير من بس بعتقد المباريات هيدي بتعطينا اكثر تصديقا لما قدمه المنتخب الوطني بالمباريات الاخيره شو رايك بالكرة النسائية في لبنان وخاصة بعد انتهاء كان في بطولة خاصة للواعدات صارت انا انا بجونية أه 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 شيء كثير مهم انه أه الكرة النسائية بلشت و وفي اهتمام وفي متابعه وفي كثير بنات موهوبين يعني نحن عندنا رئيس لجنه الكره النسائيه هو الاستاذ عصام انا مثلا نحن على ملعب الساحل في نادي في لعبه وعد رعد اسمها مم. موهبه فشيء كثير حلو واكيد في غيرها كتير هلا يمكن انا الي ملاحظه على البطوله الواعدات اللي صارت بكل صراحه يعني يعني اولا اولا وجود منتخبين يعني ما كثير بحبزها الشيء الثاني و... ونحن شفناها على التلفزيون أم... يعني مش وقت هلا ابرز اعلاميا كثير أم... أم... المباريات <applause> انا برايي لانه بدو شغل كثير بس بكل الاحوال هي خطوه شكلت نقطه تحول من ناحيه تشجيع كثير بنات موهوبات انهم يبلشوا يلتحقوا بانديه و ويتطور. شيء كتير حلو. سؤال آخر يتعلق بكأس العرب. شفنا كأس العرب بمعايير كأس العالم، بملاعب ونقل تلفزيوني وكل وحفل افتتاح وحفل اختتام، وبالتالي وضعت قطر كريتيريا أو رفعت السقف لأي حدا بده يستضيف البطولة مرة تانية إنه حتكون مختلفة كلياً. ونحن ما عرفنا أمتى حتكون البطولة الثانية، خصوصا انه هذه كانت تحت لواء الفيفا، ونحن عارفين انه صحيح لانه هذه كانت مكان كأس القارات اللي بيصير قبل بسنة بالبلد اللي بيستضيف المونديال، وبالتالي لم يقام كأس القارات، فكانت كأس العرب وهي مبادرة جيدة جدا، نحن نتمنى انه نشوف كأس العرب مرة ثانية، ما بعرف إذا حينعمل ولا لا، ولكن شو رأيك بالشكل وشو ناطرنا بالمونديال برأيك؟ نعم، لا لا. البطولة العربية يعني أبهرت كل من يتعاطى الشأن الرياضي ومن لا يتعاطى الشأن الرياضي من كل النواحي التنظيميه الملاعب التصوير ادق التفاصيل واكبر التفاصيل يمكن من يمكن اكثر البطولات جذبا كانت بالرغم من انه منا كاس عالم ما بالك بعدين بكاس العالم وانتبه ما, ما تنظمت كثير بدول اوروبيه بطولات كبيره ما شفنا ما رايناه بالبطوله العربيه صحيح. قطر أه بعتقد رح تعطي اجمل الصور للعالم العربي من خلال المنشآت الرائعه أه الفاتنه كل الـ كل الـ الاوصاف اللي فينا نعطيها لهيدي الملاعب وللتنظيم وللاحترافيه بكل شيء وبالتالي كانت فرصه ايضا للمنتخبات العربيه التي لن يحالفها الحظ وتتاهل لكاس العالم ان تكون قبل أتلعي. عام شاركت ولعبت على هذه الملاعب بكرة إذا صار إذا ما تأهلوا حيعرفوا أنه البطولة العربية يمكن أكثر بطولة عربية أخذت اهتمام يعني بطبيعة الحال إعلام وجماهيري ساعد هيدا الموضوع التنظيم والملاعب وإلى آخره كل هيدا الأمور وبالتالي نحن منتظرين كأس عالم سيكون مبهر إن عنوانه الإبهار سيكون شاء نتمنى الله. بكل يعني بكل الإيمان أنه نقدر نشوف منتخبنا الوطني بكأس العالم يمكن لحساب الحسابات تعقدت وخسارتك ست نقط على ارضك يا شوي اخي بدنا نوصل لكاس عالم، بدنا نشتغل على فئات عمرية كما يجب، انت عم تحكي عن المنتخبات، انت بتعرف انه مرة حكيتك من سنة يمكن عملوا منتخب 2006 و2004 و3، ما في 2005، واكثر فئة فيها مواهب. يا عمي إذا ما في بطولات عملوا منتخب 2005، ومرنوه وحضروه وأنا حاكي ومناشد لجنة المنتخبات من غير شر، مع إنه هيدي الفئة حرام ما يكون في إلها أنشطة. فلا انت بالاول روح بلش ببطولات مثل ما لازم تكون بالفئات العمريه والانديه بدأت تشتغل علي هون ضيف لها بعدين الشغل على المنتخبات من الاصغر للاكبر لتوصل بعدين نحكي بكاس العالم خلينا نكون واقعيين شو رايك بغياب ملعب المدينه الرياضيه شو بس ملعب المدينه الرياضيه ما انه ما عندنا مشكله ملاعب اضف اليها ملعب المدينه الرياضيه اليوم المسؤول؟ يعني اليوم المنتخب بيلعب بصيدا والانديه بتلعب بجوني مين المسؤول؟ ببيروت ما حدا بيلعب مين المسؤول؟ مين المسؤول, مين المسؤول عن, عن المدينه مين مسؤول عن مدينة الرياضيه؟ طيب اليوم انت اهم ازمه عندنا الملاعب كلها ملاعب حشيش اصطناعي نعم مزبوط ما عدا صيدا وطرابلس ما عدا صيدا وطرابلس وفي ملعب البيبلي اللي عم يتمرن للمنتخب يتمرن السؤال وانا من زمان كمان قايل لك انه بالعشرات السنين المرقت الدوله والوزاره والاتحاد ما قدروا يلاقوا صيغه يبنوا ملعب مع كم غرفه ملابس معقول ما كنا قادرين نلاقي مليونين ثلاثة مليون دولار نعمل منشاه يخلي كل المنتخبات تتمرن عليها هي المشكله الاكبر كانت لمين بده يرجع الفضل ما شفت كيف ما نحن عمل للأسف انا سالت بهذا الموضوع اه. انا وكان الرد انه سيتم حيصير في مشكل طيب. اي شيء بدك تعمله بده يصير في طيب مشكله مش تخلف له. هيدا مش تخلف اذا على الصعيد الكبير في تخلف شو تركنا للصغار فاذا في يا اخي في في اذا بدنا نبقى هيك اذا ما تخلينا عن العقليه الفئويه هو مفروض المنتخب بس عفوا يعني منتخب مثل منتخب وطن مفروض لو كنا بعالم مثالي لما يستضيف المنتخب مباريات عارضه بيلعب مره بالمدينه ومره بصيدا ومره بطرابلس وبيبرم على لانه يكون منتخب يبرم على كل المناطق ما يكون على طول بالعاصمه ما يكون على طول بصيدا وما يكون على طول بطرابلس اليوم نحن الظروف القاهره عم يعني مثلا منتخب المانيا لما يصطاد لما يلعب على ارضه مره بيلعب بميونخ ومره بيلعب بدورتموند ومره بيلعب فبيبرم فبي يعني المنتخب بيبرم بيلعب كل في ملاعب لانه نحن هلا عندنا هل ملعب, ملعب صيدا وما يعني حاول جهده الاتحاد انه يظبط الملعب خرج بهيدي الصوره اوكي ولكن لا الملاعب مش يخص الاتحاد ايه فيها حاول مع مع البلديه اه هو في يضغط بس ايه حاول فيه يضغط مع البلديه انه يعملوا غرفه فار وكل هيدي الامور ولا خرجت الامور بهذه الصوره ولكن العاصمه بيروت اليوم تفتقر الى المنتخب لانه المنتخب لا يلعب في العاصمه بل يلعب في صيدا خلينا نستغل هذه الحلقه وليجب من يجب ان يجيب على هذا السؤال ليش المدينه الرياضيه مغيبه؟ يعني هل يعقل انه المدينه الرياضيه بالعاصمه انه جاي منتخب العاصمه ما فيها ملعب ونحن عندنا ملعب ولكن لا ما عندك سلطه على الملعب طيب يعني ولا ما. الدوله حتى عندها سلطه على الملعب آه. <applause> طيب باخر ما تبقى من وقت لابد من اتحدث معك عن روبرتو مانشينو والمنتخب الايطالي نظرا لقربك من روبرتو مانشينو مش من زمان كنت ابدع باليورو واحرز البطوله ولكن تصفيات كاس العالم الامور متغيره عندنا احنا هلا عندنا ايطاليا وبرتغال بنفس المسار حنفقد منتخب منهم بكاس العالم أه تواصلت انت وروبرتو مانشيني حول هذه النقطه كنت في روما ماتش سويسرا هلا اول شيء يمكن لو ضربه الجزاء يسجلها جورجينيو كنا بغير محل هلأ. كنا بغير محل صحيح. انا سالته لروبرتو مانشيني انه انت ما هو سدد ضربة جزاء وأخطأ فليه ما غيرت؟ قال لي طب لو أنا غير اللاعب اللي بده يسدد ضربة جزاء وكمان هو يخطئ كانوا قالوا إنه ما جورجيني هو لو ضيعها ما كل العالم بس هو المعتمد بتسديد ضربات الجزاء نعم فطبيعي يعني بس منتخب إيطاليا بكل التصفيات كان وضعه كتير منيح هيدي المباراة لو يسجل ضربة الجزاء كان هو مرتاح ضد سويسرا آه، ليش انا عم اقول لك الفوتبول تغير سويسرا ما كان سهل تكتيكيا كان مقفل مع هيدا وكله خاصة بالشوط الثاني الاستحواذ واللعب الايطالي اللي هو البناء من وراء لكن آه المنتخب الايطالي وهيدا المعروف واللي بيقولوا حتى روبرتو مانشيني بالعنان ومش بالعنان هو ما عنده مهاجم هداف بالمنتخب الوطني حاول يجرب كل الطرق ما قدر هلا اكيد المنتخب الايطالي بخسارته لكيازا كمان لانه بده يتأثر. هو يتاثر ب... بده يتاثر انا بشوف انه حنخسر واحد من اثنين برتغال او ايطاليا صح للاسف إحنا يعني... بتمنى نشوف المنتخبين لانه ما حتصير افضل للبطوله ما حتصير يمكن ما نشوف اثنين اه يمكن ما نشوف اثنين أه ايه ما بنعرف نحن حاسمين انه حيربحوا مبارياتهم الاولى بالضبط أه... لفت نظري إيه؟ شغله مهمه بوثائقي عملته نتفليكس عن منتخب ايطاليا ورحلته لكأس اوروبا ما بعرف اذا حضرته ولا لا كانت عملته الراي بايطاليا ونتفليكس عم تعرضه هلا يعني اللي عنده نتفليكس يفوت يحضروا شيء كثير رائع بيحكي مباراه مباراه شو كان عم بيصير بمعسكر بايطاليا بيقول لهم جمله مهمه جدا روبرتو مانشيني بنهايه يمكن يا بمباراه النص نهائي يا بالمباراه النهائيه هون بدي اعرف يعني كيف ممكن مدرب يكون عنده ثقه باللاعبين ليقول لهم بالحرف لو ما نكون قويه ما بصوتوا للنهائي انتم بهيدي المرحله لما تبلش المباراه هيدا هيدي التشكيله وانتم شو بتلاقوا مناسب بقلب الماتش بتعملوه صح كيف ممكن مدرب يقول للاعبين اللي بتلاقوه مناسب اعملوه لانه بده يحسسهم بالثقه بحالهم انا ب... كنت ب... كنت بعشق انا وياه قلت له انه هيدا تغيير باللعب الايطالي يعني بتلاحظ انت بالبناء ببلش من حارس المرمى مدافع يعني الاستحواذ عندهم اياه بطريقه كتير مخالفه لما تعودنا عليه بال بايطاليا قبل هو قال لي لانه عندي لعيبه بيقدروا يلعبوا هيك لانه بالنهايه اللاعب هو بيقول اذا بقدر ولا ما بيقدر بهيدي الطريقه بس روبرتو مانشيني بالنهايه امام اوروبا قال انتبهوا إنتو انتوا جيتوا نحنا بلشنا والمنتخب الايطالي غايب عن كل المستويات جيتوا انتوا ووصلتوا للنهائي معناته انتوا كبار انتوا المطلوب منكم بس تثبتوا انكم كبار فهل سيعيد الكرة بالمباريات اللي جاية ويقدر يتأهل على كأس العالم أو لا بكل الأحوال إيطاليا فريق عمل ثورة في ثورة بالمنتخب الإيطالي بيكون خساره كبيره انه ما يوصل على المونديال بس انا بقول احساسي انه بهيك معارك ايطاليا ما ما بت خاصة بعقلية يعني منشين ما ممكن ما تتأهل بتخيل التحضير عم بيكون كتير قوي بالنهاية بس طبعا هيدا يعني هذا التقرير اللي عمل وثائق لمدته ساعة من الزمن بيأرجيك التفاصيل الدقيقة تبع منشين وتعاطي مع اللاعبين خصوصا انه هن بينظروا له كمثال اعلى مش بس كمدرب هن كثير منشين بالنسبه لهم رمز وهو لانه كمان لعيب عنده حساسيه مش طبيعيه يعني انت انت بتقعد مع منشين عنده ما بعرف كم تلفزيون وكل تلفزيون مباراه حياته كلها يعني بس هو اسلوب اعطاء الثقه للاعبينه حقيقه انا حتى بالتمرين يعني شيء شيء مش طبيعي وعلاقته مع فيالي فيالي هو وياه اساسا تاريخ كبير من لما اجوا على ساندوريا وخلوا ساندوريا تربح الدوري فهي على علاق... ليك مانشيني مش بس فيالي مانشيني من معه بالمنتخب ما فيالي كان معه بالساندوريا معه سالسانو كان معه بالساندوريا معه لومباردو كان معه بالساندوريا معه كيكو ايفاني كان معه بالساندوريا هو الاربعه شيل فيالي البقايا انا اكيد ما بيقدروا كانوا يدربوا باي مطرح لو ما في واحد اسمه روبرتو مانشيني هو معروف بوفائه لاصحابه على كل حال وطبعا هو عنده ايمان فيهم لانه اني أوفية لإلو وبالتالي حيساعدوه على انه ينفذ شغله قدر العلاقة الصحية بين بس هو انسان ما بيتخلى بالضبط ما تخلى عن اصحابه والدليل انه انا هني اصحابي بس بقول لك لو ما روبرتو مانشيني بيعيشوا 500 سنه وما بيوصلوا يدربوا المنتخب. طيب على ضفه الانديه الايطاليه عم نشوف في مشكله وهي اولا شهدنا بالسنوات الخصوصي بالسنتين اللي مرقوا تراجع ليوفنتوس. وبالتالي بدور الابطال عم بتغيب الانديه الايطاليه شيئا فشيئا عن المراحل النهائيه. 2017 وصل يوفنتوس على الفينال وبعد ذلك لم نعد نشاهد الانديه الايطاليه وحتى الانديه الاسبانيه تراجعت في وجه الانديه الانجليزيه وباريس سان جيرمان شو برايك سبب التراجع الايطالي على منصات التتويج الاوروبيه على صعيد الانديه وتحديدا الشامبيونز ليج بقى هو هو طبعا القصه طويله يعني غيابا عن منصات التتويج مش بس هو من فتره طويله من وقت مع الكرة الإيطالية تعرضت لهستين ورا بعض الأولى هي توقيف وسجن العديد من رؤساء الأندية مثل بارما ولاتسيو اللي هن عملوا نقلة نوعية بالدوري الإيطالي من خلال استقدامهم لأهم لاعبين بالعالم فجأة كلهم راحوا وانكسرت هيدي الأندية بعد بالتوازي كمان صار موضوع التلاعب بإيطاليا فهول هستين ضيف لهم بعدين الازمات الاقتصاديه اللي مرقت فيها يعني بعتقد اخر نادي حصل دوري ابطال اوروبا كان الميلان بال 2007 أه بعتقد ما بعرف ما بقى مبعر في نادي ايطالي بعتقد أه ايه بس يعني كل هيدي وهلا على اسوء لانه انتبه موضوع كورونا اثر على الاقتصاد بالعالم كله وايطاليا تاذت كمان بايطاليا خاصه أه اكيد هيدا بده يدفع ثمنه بعدين بالبطولات لانه بالنهايه مين اللي بيجيب لك النتائج؟ هن النجوم الكبار يعني برشلونه بمجرد ما راح انيستا او ميسي مين كان يعمل امجاد برشلونه؟ يعني مش بالنهايه انت ليك عندك فريق قوي فيك تطلب منه اي تكتيك بينفذه ما عندك لاعبين كثير قوية مش يعني شو ما بدك تعمل معهم يعني بالنهاية على قد المستوى والبطولة والهيد البطولات اللي مثل بإيطاليا فقدت هيدا العنصر وجود كثير من نجوم العالم انتر 2010 اللي عم نشوفه بانجلترا انتر 2010 مش 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 الميلان اخر فريق هو الانتر 2010 صحيحه فاذا غياب النجوم ما هي بدها تغيب الانديه عن التتويج ليش اليوم انجلترا شوف من نجوم بانجلترا يعني بس انتبه في كمان ادمغه بتعرف تعمل فرق يعني اللي عم بيصير بالباريس سان جيرمان هل هو الشغل الفني مزبوط والله هو بزنس كثير أنا يعني مش عارف لا بتبين بتبين بطولتين ثلاثه بتبين اذا بزنس ولا لا صح انا بدي اشكرك استاذ ابراهيم شبلي على حضورك حلقه غنيه وان شاء الله اكيد بكون لنا لقاء لقاءات معك مقبله شكرا لك شكرا لك. شكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام والملتقى ان شاء الله السبت المقبل الى اللقاء